بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل الإنسان مستخلفا في هذه الحياة على ما بيده من أموال يتصرف فيها حسب ما وجهه خالقه ما دام على قيد الحياة، ثم تنتقل من بعد موته إلى غيره ليقوم بنفس الدور الذي كلف به سلفه، وهكذا من وارث إلى وارث إلى أن تنتهي إلى خير الوارثين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن أحكام المواريث في الإسلام، لنتبين من خلال ذلك شيئا من عظمة هذه الشريعة الإسلامية التي لم تدع جانبا من جوانب الحياة الجماعية والفردية إلا نظمته تنظيما يصلح لكل زمان ومكان، ولم تدع مجالا لعقول البشر وأفكارهم لتتدخل في شيء من ذلك، لأن عقول البشر قاصرة عاجزة، ولأن تصرفاتهم تدخلها غالبا العواطف والرغبات الشخصية التي تنحرف بالعدالة عن مجراها الصحيح. ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى توزيع المواريث بنفسه وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى إلى يوم القيامة، ووكل إلى رسوله بيانها وتنفيذها، ولم يدع مجالا للمتلاعبين. والآيات القرآنية التي ذكرت فيها المواريث نصا ثلاث آيات من سورة النساء. الآية الأولى في بيان إرث الأصول والفروع وهم الآباء والأولاد، وذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا، ثم ذكر إرث الأصول في بقية الآية الكريمة، فقال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبين سبحانه إرث الأب والأم مع وجود الفرع الوارث، وإرثهما مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة، وإرثهما مع وجود الإخوة. ثم بين أن هذا الميراث على هذا التفصيل إنما ينفذ بعد سداد الديون التي في ذمة الميت، وبعد إخراج الوصية التي أوصى بها الميت، إذا كانت هذه الوصية وفق الضوابط الشرعية. ثم ختم الآية بقوله: آباؤكم وأبناؤكم، أي المقسوم عليهم هم هؤلاء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تدرون من الذي يصل نفعه إليكم في حياتكم وبعد وفاتكم بالدعاء لكم والصدقة عنكم. ثم بين سبحانه أن هذا التوزيع يجب تنفيذه والعمل به، لأنه توزيع عليم بمصالح عباده، حكيم يضع الأمور في مواضعها. الآية الثانية في إرث الزوجين والإخوة لأم، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا ما يتعلق بإرث الزوجين بعضهما من بعض. ثم ذكر إرث الإخوة لأم فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حكيم. فبين ميراث الأخ والأخت والإخوة فبين ميراث الأخ والأخت لأم في حالة الانفراد، وميراث الإخوة لأم في حالة الاجتماع، وأن شرط توريثهم أن يكون الميت كلالة، وهو من لا والد له ولا ولد. وبعد تسديد الدين وإخراج الوصية الشرعية. الآية الثالثة في ميراث الإخوة لغير أم أشقى أو لأب. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لغير أم قطعا، لأنه بين ميراث الإخوة لأم في آية الكلالة الأولى التي في أول السورة، فتكون هذه الآية في ميراث الإخوة لغير أم. وقد بين ميراث الأخت الواحدة من أخيها، وميراث الأختين فأكثر منه، وميراث الأخ من أخته إذا انفرد، وميراث الجمع من الإخوة والأخوات من أخيهم. وهذه الآيات الثلاث بينت الفروض المقدرة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبينت أصحابها المستحقين لها من الأصول والفروع والحواشي والأزواج، وبينت كذلك العصبة من الأصول والفروع والحواشي. ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا جمع هذا الحديث مع تلك الآيات الكريمات التي سبق ذكرها استكملت هذه الأدلة غالب أحكام المواريث، حيث إن هذا الحديث يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى من التركة بعد هذه الفروض المذكورة في تلك الآيات، وأنه لأقرب العصبة، العصبة بالنسب ثم العصبة بالسبب، وهو الولاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فهذه الأدلة بيّنت الإرث بنوعيه فرضا وتعصيبا، وبيّنت الورثة، وفي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة، وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة، على تفصيل معروف في كتب الفقه يعرف بتوريث ذوي الأرحام. فهذه الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة هي التي يرجع إليها في تفاصيل هذا العلم الجليل، فكل ما كتب وألف في هذا الفن إنما هو تفسير وشرح لتلك النصوص. وكفى شرفا لهذا العلم أن الله سبحانه تولى بيانه بنفسه، وتوعد من غير فيه وبدل بقوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجهه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.